أهلا بكم سيداتي وسادتي، وهذه حلقة جديدة في أخبار بلدنا لليوم الثاني على توالي. واصل أسبوع القاهرة الأول للمياه فعالياته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد كبير من الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية. التفاصيل في الحوار التالي الذي أجراه الزميل عاطف عبد الشافي مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. أهم الموضوعات والقضايا التي سيتم مناقشتها خلال جلسات أسبوع القاهرة للمياه. هو الأسبوع بيشمل أحداث كثيرة. أول حدث طبعا رئيسي هو لقاء الرئيس، وده كان حدث مهم جدا. التقى بمجموعة من الوزراء والأمين العام المساعد للأمم المتحدة وأمين منظمة المؤتمر الإسلامي والرئيس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة، وممثلين من كافة الدول المشاركة. الوزراء خصوصا كان في لقاء مهم، والرئيس قعد معنا أكتر من ساعة، وده كان من أهم الأحداث. أنا بعتبرها أهم حدث في المؤتمر. هيبقى في أنشطة كتيرة، أنشطة للطلاب بتاع مدارس المتفوقين، أنشطة لطلاب الجامعات وأحسن مشروع تخرج، أنشطة للفلاحين وأحسن فلاح رشد في استخدام المية، الصحفيين وأحسن صحفي عمل تقرير عن ترشيد المية. كان في مسابقة، في مسابقة للصحفيين الأفارقة، في جلسات عن التغيرات المناخية، عن المياه العابرة للحدود، عن استخدام التكنولوجيا في الري وتحديد كميات المية المناسبة، عن الزراعة في الأراضي القاحلة، عن تحلية مية البحر وتكنولوجيا تحلية مية البحر، عن استخدام نظم الاستشعار عن بعد. معالي الوزير، هل يمثل هذا المؤتمر حرص مصر على الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية في مختلف القضايا وخاصة المياه؟ هو طبعا هو بيمثل حرص مصر، وده كان واضح جدا في عدد المنظمات المشاركة. يعني هو عدد المنظمات اللي شاركت في المؤتمر دوت فاق التوقعات بتاعتنا. حتى احنا اتفاجئنا بحجم الطلبات بتاعت المشاركة في آخر أسبوعين. طبعا احنا قفلنا الباب علشان خلاص احنا غطينا العدد المطلوب، ما نقدرش نستقبل طلبات اكتر من كده. ده بيدينا مؤشر ان شاء الله ان في مؤتمر العام القادم يبقى في استعداد اكبر لاستقبال عدد اكبر، سواء من الافراد او من المنظمات او من الهيئات، بحيث ان شاء الله يبقى في دوت عرس سنوي للمية بيتجمع فيه الخبراء من كل العالم، بنتبادل الخبرات، بنناقش حل المشاكل وليس المشاكل. يعني بنعرف المشاكل ايه هي وبنناقش الحلول، بنعرض التكنولوجيات، بنشوف وسائل التدريب الحديثة. كل دي حاجات ان شاء الله في المؤتمر دوت والمؤتمرات الجاية هتغطى. يعني معالي الوزير، كيف يساهم هذا المؤتمر أسبوع القاهرة للمياه في الترويج لمصر داخليا وخارجيا لجذب استثمارات جديدة ودفع عجلة الاقتصاد؟ وفي الحقيقة طبعا احنا لما بنشوف حجم الوفود اللي جاية من 100 دولة واحنا عاملين المؤتمر في وسط القاهرة، والحمد لله يعني كل الناس بتحرك بحرية والحمد لله، ودي نعمة نحمد ربنا عليها. ده في حد ذاته يعني مؤشر ان ثقة الناس دي كلها تيجي من كل الدنيا، ويبقى في حرص على الحضور. ده مؤشر تاني، يعني في ناس جاية من اندونيسيا، جاية من سنغافورة، جاية من بنجلاديش، جاية من جنوب افريقيا، من سوازيلاند، من نيوزيلندا، يعني من انجلترا، من امريكا، من يعني مش عايز اعدد، من دول كتير، من هولندا، من المانيا، ممثلين، بالاضافة طبعا لكل الدول الاسلامية. اللي هو الحمد لله عدد الحضور في المؤتمر دوت بيفوق عدد الحضور في المؤتمرات السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي، وده بشهادة من المنظمة. ده بيعكس ثقة الناس في مصر وفي ثقة مصر وفي القيادة السياسية بتاعتها. وإن شاء الله يعني احنا هنتولى الرئاسة بتاعت وزراء مياه المؤتمر الإسلامي خلال السنتين القادمتين، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا نقدم حاجة نساهم فيها في حل مشاكل المياه في العالم الإسلامي وفي كل دول العالم. معالي الوزير، أخيرا، من خلال انعقاد هذا المؤتمر بالقاهرة، رسالة توجهونها لمصر والعالم أجمع؟ الرسالة لمصر وأهل مصر، إحنا عندنا مشاكل مياه كتير، عندنا نقص مياه، إحنا لازم نبقى عارفين إن إحنا عندنا مشاكل مياه. ولكن برضو الحاجة التانية إن أنا بأكد عليها للمصريين كلهم، إن المصريين قادرين على التعامل مع المشاكل ديت ومواجهتها وحلها بإذن الله. بالنسبة للعالم أجمع، إحنا منفتحين على كل سبل التعاون اللي بتحقق الرفاهية والتنمية لكل العالم، وفي نفس الوقت منفتحين لأي مشروعات لا تحقق ضرر
على حياة المصريين، ودي كلمة برضو أكد عليها الرئيس النهاردة، وإحنا منفتحين للحوار، للتعاون المشترك، للتنمية المشتركة. كل دي أدوات إحنا منفتحين عليها، وفتحين زرعنا لكل دول العالم بلا استثناء، وبالأخص دول حوض النيل وأفريقيا. وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وأخبار بلدنا.